أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النار موجودة الآن؟ وما الحكمة من وجودها؟ وكيف نرد على من أنكر وجودها؟ هذا سؤال فضولي ما لفائدة، لكن النار تدل الأدلة على أنها موجودة، والجنة موجودة، وما يجري في الدنيا من علامات تدل على وجودهما، فشدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها نفسين، نفس في الشتاء نفس في الصيف، هذا دليل على أنه موجودة النار. والله جل وعلا يقول: أعدت للكافرين. أعدت، وأعدت معناها أنها موجودة، ما قال تعد، قال أعدت، دل على أنها موجودة. والميت يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار، فهذا يدل على أنها موجودة، مع أن هذا ما لنا فائدة من البحث فيه، لكن الناس ما يخلون شيء. نعم.